السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة التوجيهية وذلك في مقر رئاسة الوزراء. وزير الشؤون الإسلامية يجتمع بأصحاب الفضيلة العلماء. ودوليا الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة صحية وأخطر ركود في تاريخه. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. في إطار البيان اليومي الذي يصدر من وزارة الصحة حول الوضع الوبائي الراهن بكوفيد-19، أعلن أمين عام الوزارة دكتور صالح بانويتا تراب عن تسجيل 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافت 10 حالات من الفيروس. وقال تم تشخيص اليوم السبت 9 من مايو الجاري 199 أشخاص أسفرت نتائج فحصهم عن تسجيل 54 حالة كلهم عبر الاختلاط بمصابين آخرين، بينما تماثل للشفاء اليوم 10 حالات من الفيروس. ولفت أمين عام وزارة الصحة النظر إلى إجراء 15,056 اختبارا يبلغ إجمال عدد المصابين في جيبوتي بكوفيد-19 ب 1189 شخصا، بينما تماثل للشفاء 834 منهم، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة. وفي ختام البيان حث الدكتور صالح بانويتا تراب المواطنين على التقيد بالإجراءات الوقائية ضد الوباء، ولا سيما غسل اليدين بالصابون بشكل منتظم أو السعال والعطس في باطن الكوع أو استخدام منديل ورميه في القمامة. ترأس رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد صباح اليوم السبت اجتماعا مع اللجنة المكلفة بتوجيه الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في بلادنا، وذلك بحضور العديد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الصحة السيد محمد رسام الديرية، إضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية بمحاربة الجائحة العالمية كورونا. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتصلة بوباء كوفيد-19 في الساحة الوطنية. هذا وقد قررت الحكومة رفع الحجر المنزلي بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقد قدم الأطباء والمتخصصون نصائحهم حول أفضل الطرق لدعم هذا الإجراء الذي استمر قرابة شهرين. وخلال هذا اللقاء تبادل أعضاء الحكومة وأعضاء اللجنة العلمية حول سبل التجنب ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 مع المضي قدما في إجراء عمليات التشخيص والتقيد بالإيماءات المتبعة لمنع انتشار الفيروس التاجي. في إطار الاتصالات المستمرة واللقاءات المهمة مع الهيئة الدينية، عقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مومي حسن بره صباح اليوم في قصر الشعب اجتماعا تشاوريا مع العلماء والأئمة، وذلك بحضور كوادر رفيعة المستوى. وتركز هذا الاجتماع حول استئناف الأنشطة المرتقبة والعودة التدريجية إلى طبيعتها بعد أكثر من شهر من العزل والقيود المفروضة لمواجهة تفشي الفيروس التاجي. ويأتي هذا الاجتماع عقب اللقاء الذي عقده فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرقلي مع العلماء في وقت سابق من هذا الشهر المبارك. وأوضح الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب العواقب الوخيمة لهذا الوباء على الصحة العامة. وأشاد الوزير بدور العلماء والأئمة في رفع الوعي لدى المواطنين في مواجهة هذا الوباء العالمي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعبئة الأئمة خلال فترة العزل الصحي، وذلك لتجنب أي تجمع للأفراد. هذا ويأتي هذا الاجتماع عقب اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرقلي مع العلماء في وقت سابق من هذا الشهر المبارك، بغية توعية المجتمع لمواجهة هذا الوباء الجائحة العالمية كورونا.
وفي مداخلة أو في كلمة له أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بر باسم رئيس الجمهورية وباسم الحكومة عن شكره وامتنانه للعلماء والأئمة للجهود التي بذلوها في توعية المواطنين وتنظيمهم الجلسات والحلقات القرآنية والأدعية التي كانت تجري في المساجد خلال فترة العزل الصحي. وأشار وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بر إلى أن جمهورية جيبوتي تعد الدولة الأولى أو الثانية في إفريقيا التي احترمت الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا حسب ما أفادت إذاعة بي بي سي ناطقة بالإنجليزية رغم مساحتها الصغيرة ومواطنيها القليلة. وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد معالي المرقيلي النصائح والتوجيهات للمواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين. كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بر الشكر والامتنان لكافة العلماء المشاركين في هذا اللقاء بغية تقديمهم التوعية اللازمة للمجتمع لمكافحة هذه الجائحة العالمية فيروس كورونا. قام أمين دولة المكلف بالله مركزية السيد حمد محمد عرمس برفقة ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن ووالي منطقة علي الصبيح سيد موسى آدم ميجاج وملازم محمد جامع قياد قاموا بزيارة ناحية قبتو وهولهول التابعتين لمنطقة علي الصبيح بغية عقد لقاءات مع السكان القاطرين في هذه الناحية وفي هاتين الناحيتين وتوزيع مساعدات إنسانية. هذا وقد تأثرت هذه الناحية بسبب جائحة كورونا حيث تم إيقاف كافة الأنشطة التجارية مما سبب صعوبات إضافية لأولئك السكان. ولأجل تقديم المساعدات والدعم اللازم لهذه الأسر والأهالي القاطرين في هذه المنطقة قام أمين الدولة المكلف باللامركزية برفقة المكلف باللامركزية برفقة ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بزيارة إلى هذه الناحية الواقعة في علي الصبيح. وهذا وعقد الوفد الوزاري لقاء مهما مع عقال وعيان هذه الناحية بغية تبادل الآراء حول الصبل والوسائل الكفيلة لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الناحية. وأعرب المستفيدون عن ارتاحهم لإسلام هذه المساعدات القيمة المكونة من الأرز والدقيق والزيت والتمور والباستا والطماطم وعبروا عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر قلي وسيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لسيد جيبوتي سيدة خضرة محمود حيد على جهودها الحثيثة لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات البسيطة في المجتمع ولا سيما الأسر التي تقطن في المناطق النائية. من جهته أشاد والي إقليم علي الصبيح السيد موسى آدم ميجاج أو ميجاني في تصريح أدلى به خلال هذه المناسبة أشاد بالتعاون المثمر القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وأمانة الدولة اللامركزية مشددا على أهمية السلال الغذائية المخصصة للأسر البسيطة في ناحيتي هولهول وقبته. وأوضح أن هذه اللفتة الكريمة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تلبية الاحتياجات الغذائية للعائلات المتعففة خلال شهر رمضان المبارك ولا سيما تلك الأسر المتضررة بفعل إجراءات الحجر الصحي المفروض لمنع انتشار الجائحة العالمية أي فيروس كورونا في جيبوتي. وأكد على أن الحكومة تقف دوما إلى جانب الفئات الأشد ضعفا وذوي الدخل المحدود والشرائح التي تعتمد على الأجر اليومي في كسبها المعيشي. ونبقى في منطقة علي الصبيح حيث أقيمت في أروقة المدرسة الريفية دود بلالا الواقعة في منطقة علي الصبيح مناسبة توزيع كتيبات تعليمية ومدرسية لصالح طلاب الدارسين في هذه المدرسة الواقعة في منطقة علي الصبيح. وحضر حفل تسليم هذه الكتب التعليمية لأطفال المدرسة الريفية دود بلالا محافظ منطقة علي الصبيح سيد موسى آدم ميجني ورئيس المجلس الإقليمي سيد عمر أحمد وعيس والمفتش التربوي الإقليمي في المنطقة سيد أحمد حمدو إبراهيم والمستشارين التربويين والعديد من أولياء أمور الطلبة. هذا وقامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوضع إجراءات وأنشطة لدعم تلاميذ الدارسين في المدارس الواقعة في النواحي البعيدة والذين لم يتمكنوا من متابعة الدروس عبر التلفزيون الوطني حيث أنتجت كتيبات تعليمية لجميع تلاميذ المدارس الكائنة في المناطق الريفية وذلك من أجل تسهيل طلاب المستهدفين بإكمال برامجهم التعليمية بمستويات مختلفة وبشكل أفضل منذ إغلاق مدارسهم الأساسية. وتشمل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتوزيع كتب تحتوي على أنشطة تعليمية غنية ومتنوعة بالإضافة إلى توظيف مدربين منحدرين من هذه النواحي والحاملين شهادات مؤهلة
ويقومون بمساعدة تلاميذ المدارس الريفية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد قامت منذ بداية شهر أبريل المنصرم التعلم عن بعد لضمان مواصلة التعليم والسماح للطلاب بمتابعة دروسهم عبر التلفزيون. في إطار الأنشطة التوعوية لمكافحة انتشار كوفيد 19 والتي تقوم بها أمانة الدولة للشباب والرياضة ولمواكبة جهود الحكومة لتقليص انتشار هذا الوباء، نظمت أمانة الدولة للشباب والرياضة مناسبة مكرسة لتوجيه وتوعية قادة أحياء البلديات الثلاثة في العاصمة حول هذا الفيروس التاجي، وذلك في ملعب حاج حسن جوليد أبتضان. وركز هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس قسم مراكز التنمية المجتمعية سيد أحمد علي ووضع خطة عمل بشأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في الأسبوع المقبل في مجال الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وإن قادة الشباب ركزوا خلال هذا الاجتماع على السبل والوسائل المهمة لتعزيز جهود أمانة الدولة للشباب والرياضة إلى جانب السلطات الصحية. تلقينا ببالغ الحزن والأسى ووفاة المرحوم ناصر محمد صالح المعروف بناصر سوداني الذي وافته المنية يوم أمس في مستشفى بلتيه. هذا وكان المرحوم من مواليد عام 1966، وكان معروفا لدى أوساط المجتمع بكرمه وإيثاره وتفانيه في خدمة الآخرين إضافة إلى تواضعه. وترك المرحوم وراه أرملة وخمسة أولاد وحفيدة. نسأل الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما تلقينا ببالغ الحزن والأسى ووفاة المرحوم إسماعيل عبد الله سعد الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، وهذا وكان المرحوم من مواليد عام 1939. وترك المرحوم وراءه ستة أولاد من بينهم مستشار وزير الميزانية السيد مؤمن إسماعيل والعديد من الأحفاد. نسأل الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه صبر وسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، حيث طالبت قادة الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود لمكافحة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. هذا وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي في مقال مشترك لصحف شبكة دوشلاند الألمانية الإعلامية اليوم: سيتعين علينا فعل المزيد لتحسين حياة من هم أشد فقرا وضعفا في مجتمعنا. وجاء في المقال أن هناك الكثير من الأفراد الذين يعانون من أوضاع صعبة حتى من قبل اندلاع أزمة كورونا، فيما يواجه ملايين آخرون الآن مستقبلا غامضا بعدما فقدوا فرص عملهم أو شركاتهم. وأشاد المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى أن الأكثر تضررا من الأزمة هم الشباب والنساء، مؤكدين ضرورة أن تعود عجلة الاقتصاد الأوروبية للدوران. إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحين افتتاح نوافذ تسديد فواتير الكهرباء، توصي مؤسسة كهرباء جيبوتي ADD زبائنها الكرام بدفع الفواتير عبر الانترنت أو عن طريق البنوك التالية: BCMR، كاك بانك، سلام أفريكا بانك، إكزيم بانك، سبب بانك، إست أفريكا بانك، أو عبر موقعنا الإلكتروني www.add.de.